ايه الفرق بين رخص الكلاب السنه دي والسنه اللي فاتت؟ احنا في سنه 2023، طبعا رخص الكلاب السنه دي يا جماعه نازله بالشكل اللي احنا شايفينه، الشكل اللي هو المثلث ده اهي، تمام؟ ده بالشكل المثلث اللي هو 2023 زي ما احنا شايفينه كده. اما الدفتر بقى بتاع الرخصه الخاص بالرخصه اللي هو ده، دي رخصه كلب، رخصه حيوان انت بتقتنيه عندك في بيتك وانت مسؤول عنه، اسم حضرتك بيكون مكتوب في الرخصه برقم البطاقه بالبيانات دي كلها، زائد الختم بيكون محطوط في الدفتر بتاع الكلب. طبعا الدفتر ده بيكون بيطلع من وزاره الزراعه، شايفين شكل الدفتر كويس؟ ده اللي بيطلع من مديريات الطب البيطري، ده ملوش دعوه باي دكاتره بيطريين خاص بره المكان، يعني ده خاص بوزاره الزراعه، حتى بتلاقي مكتوب عليه جمهوريه مصر العربيه، وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي، الهيئه العامه للخدمات البيطريه، الاداره العامه للخدمات والارشاد، ده خاص بالحكومه يا جماعه، ده القانون اللي انت بتمشي بيه. السنه اللي فاتت كانت الرخصه بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. اما بقى عشان تاخد الدفتر ده وتاخد الرخصه دي، فلازم ده بيكون بناء على صوره بطاقتك، وبتكون انت المسؤول بالكلب بتاعك واي حاجه الكلب بتاعك بيعملها. وزائد كمان ان انت بتاخد مع الدفتر ده لقاح السعار او تطعيم السعار اللي احنا بنقول عليه في الفيديوهات بتاعتنا كلها. لقاح السعار ده مهم جدا على فكره. في ناس بتقول لقاح السعار ده يا ابو نور بيخلي الكلب بتاعي مش شرس، يعني بيبقى شرس وعنده شخصيه وكده، فده بيدمر شخصيه الكلب وبيخليه مش شرس. ده غلط يا جماعه، ودي فكره غلط نهائيا، ده ملوش دعوه باي حاجه من الحاجات دي. شخصيه كلبك وقيمته في الشراسه ده ما بيتدخلش فيها، ده بيتدخل في الفيروس اللي ممكن يمشي في دم كلبك، يعني ده الحكومه او وزاره الزراعه بتعمله علشان كده، او وحدات الطب البيطري بتنزله علشان كده، ان هو بيكون مخصص للسعار او فيروس السعار اللي بيجري في دم كلبك، يعني ملوش دخل في الموضوع بتاع شراسه الكلب خالص، بس ده بيمنع كلبك لو حصل عمليه عقر او عض او حاجه زي كده، بيخلي تحرك الفيروس بيكون بطيء، يعني بيكون خامل ما يأذيش بسرعه، تمام؟ ادي شكل اللقاح اهو، ولازم يكون معاه تلج، لان اللقاح ده لو من غير تلج يا جماعه بيبوظ، تمام؟ وطبعا لو انت هتديه بتحفظه في الثلاجه قبليه. اما ادي الدفتر بيكون مدون فيه بيانات حضرتك وبيانات الكلب بتاعك، تمام؟ بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وصوره للكلب وعلى الختم، تمام؟ في ناس بقى بتقول عندنا ما بيعملوش صوره، ما انت عشان حضرتك بتروح لدكتور خاص بره وبتقول له اعمل لي ترخيص، فعشان كده ما بيتحطش الصوره، بس هو المفروض ان صوره الكلب بتتحط علشان اللي مقابلك في الشارع، اي شرطي مقابلك في الشارع بيبص في حاجتين، بيبص لصوره الكلب وبيبص للكلب بتاعك اللي معاك في ايدك. مش كده وبس، السنه دي غيروها، السنه اللي فاتت كانت كده، كل سنه بيحصل تغيير، عارف ليه؟ نقول لك ليه؟ لان ده بيثبت للي بيقابلك في الشارع او بيثبت للقانون ان انت كده مجدد، يعني انت عامل النظام الجديد، يعني لو انت عندك رخصه مدوره وماشي بقى في الشارع من غير ما توري الدفتر للي بيقابلك هيقول لك الرخصه دي منتهيه لان دي بتاعت السنه اللي فاتت، تمام؟ اما لازم تكون الرخصه بالشكل ده، وكل سنه بيحصل فيها تغيير، والسنه دي بتكون اوضح من السنه اللي فاتت، والرقم اللي موجود عليها هو الرقم اللي موجود في الدفتر، يعني ما تمشيليش بدي بس من غير ده، وما تمشيش بده بس من غير دي، وما تمشيش بالاثنين دول من غير كمامه ومن غير ليش لكلبك، لازم كلبك يكون ماشي عارف هو بيتعامل ازاي. زائد اي حاجه كمان، ان كلبك خد الرقم بس، خد الرقم. زائد حاجه كمان، ان كلبك اي حاجه بيعملها في الشارع انت المحاسب عليها. فنصيحه مني لله، لو انت هتنزل بكلب في الشارع انزل بالاماكن اللي ما فيهاش ناس كتير مش مزدحمه، انزل بكلبك بكمامه، انزل بكلبك بليش تكون ماسكه، ما تنزلش في اماكن فيها اطفال عشان ما تعملش ذعر للناس اللي ماشيه في الشارع، وبالطريقه دي تقدر ان انت تربي كلب ومحدش يكلمك في نص كلام. تحياتي لكم جميعا، احترموا القانون يحترمكم، تحترمكم الدوله. اليوم مسا عليكم. مساء الفل يا جماعه، اخباركم ايه؟ معانا ايه النهارده في الجراب بتاعنا كده، والليله بتاعتنا كده هيكون معانا مجموعه من الكلاب هنتفرج عليها دلوقتي كده ونشوفها. معانا اول حاجه بيلا، اول يوم تعامل معاها النهارده. امبارح اتعاملنا مع اخوها دارك، والنهارده بقى بنشتغل مع بيلا، نشوف نظامها ايه ونشوف دماغها ايه وبتفكر ازاي، وانا واثق ان دماغها زفت يعني. ومعانا سلطان اللي عمال يلف ده، مفكر نفسه ان هو مربوط في ساقيه. سلطان كلب جيرمان، طبعا يا جماعه هنبدا نشتغل معاه النهارده. ومعانا بوتشر اهو، اقعد يا لا سلطان. ومعانا بوتشر اهو، اهو شايفينه؟ بوتشر كلب روتويلر، انتوا اكيد عارفينه من محافظه القاهره. هنشتغل بيه النهارده برضه، وهنشوف دماغه ايه. وصلنا اخر حاجه الامر الدول، تمام؟ ومعانا ماكس. ماكس طبعا من بتالي كده من القليوبيه،
تمام. هنبدا نشتغل معاه النهارده برضو ونشوف دماغه ايه، بس واضح ان هو لاعبي وبيتنطط كتير، بيموت في الاكل، بيموت في الاكل. فاضل شويه وهياكل الحيطان. يلا بينا كده يا جماعه نشوف المجموعه اللي معانا النهارده دي، ونشوف نظامهم ايه وشغلهم ايه وهيتعاملوا معانا ازاي. والولد اللاعبي ده الواحد قلقان منه بسبب كميه اللعب اللي فيه، ده عايز يقضيها لعب ويقضيها هزار وخلاص. ونرجع تاني نقول لكم زي ما كل الستات بتقول عشان توصل لقلب الراجل عن طريق معدته، احنا برضو بنفس الطريقه عشان نوصل لقلب الكلب عن طريق معدته. الفكره كلها ان احنا قبل ما نشتغل مع الكلب ما نفطروش الصبح، يعني ما بنديلوش وجبه الصبح، وبنبدا نشتغل معاه بقطع هياكل صغيره. يلا بينا كده نشوف بيلا اول مره نتعامل معاه. وقلنا اول يومين لما تيجي تتعامل مع كلب اعمله ان هو تعارف، ان انت بتتعرف عليه، يعني بتعمل صداقه ما بينك وما بين الكلب، يعني ما تقعدش بقى تقول له اقعد وسلم وانزل تحت والحوارات دي كلها، ما تكبس على نفسه يعني، كده كده هياخد منك الحاجات دي. بس اتعرف على الكلب الاول، خليك صاحبه، صاحب عليه عشان ينتظر جيتك، ينتظر الميعاد اللي انت بتقابله فيه الحاجات دي كلها، مش تيجي داخل عليه على طول استنى ندرب الكلب اقعد سلم. لا، انا بنطلب الاول من الكلب ان هو ياكل من ايدي، يقتنع ان انا معايا اكل، يقتنع ان انا معايا الغذاء بتاعه، الحاجه اللي هو بيحبها، الحاجات دي كلها. والناس اللي سالتنا في كذا فيديو يا ابو نور بتشتغل بايه، الكلاب بتخش عليه على طول كده، دي قطع هياكل يا جماعه، قطع رجول، قطع كذا، الحاجات دي احنا بنقطعها قطع صغيره. تعالوا نبدا مع بيلا كده. طبعا هي مش عارفه انا عايز ايه، هي دلوقتي مش عارفه انا عايز ايه خالص، تمام؟ بنبدا كده نعرفها بس. اهو اهو بصوا كده، هي اتفاجئت ان انا بنديها اكل. بنديها مره واثنين وثلاثه واربعه. طب وبعد كده هي اللي بتبدا تيجي لي بقى. ركزوا معايا كده. طبعا علشان لسه مش فاهمه فبتخش على ايدي اليمين، المفروض ان بعد شويه او مع التكرار هتبدا تعرف وتخش على ايدي الشمال. زي ما احنا شايفين يا جماعه اهو. كده هي منتظره مني. كده هي منتظره مني. كده بدا التعارف، وكده حصل تعارف، وهيحصل صحوبيه وكويس. نبدا نعمل ايه؟ نبدا نقول لها انت كده بتحتاجيني، وانا اللي هنقول لك عليه تعمليه عشان نديك اللي انت عايزاه. الست يعني اقعد، تمام؟ شاطرة. لا اقعد شاطرة. الكاميرا تتحرك معايا بس عشان شكل الكلب يكون واضح. الفكرة مش عايز انا نتصور يعني، المهم الكلب اقعد شاطرة. لما هي قاعدة مؤدبة كده تاخد مني أكل، وبكده بنعرف دماغ الكلب إن ده اللي أنا عايزه، يعني أنت بتربط شيء مقابل شيء. عشان الكلب يغير المسار بتاعه، تمام؟ ما يتنش الكلب كده ما يوصلوش نار. الكلب ما يوصلوش صوره في دماغه ان دي حاجه امر عادي، طول ما انا قاعد كده هناكل. تعالي بقى تعالي اقعدي اقعدي فين. انا عايز نعمل ايه؟ عايز نقول لها سلمي وصلتكم. بص هي كده بتبدا هايبر.
الكلب من الارض. النهارده بناخد ايده، بكره هو اللي هيرفع. شكرا. شاطرة. ركزوا معايا يا جماعة كده، الكاميرا تقرب. شاطرة. بصوا هنا، إيد الكلب باينة. إيد الكلب باينة، بس أنا شايف إن الكلب بيصور من ظهره. بس أنا شايف إن هو بيصور من ظهره. أهو. أقعدي. لا. شاطرة. شاطرة. شايفين يا جماعة؟ بنبدأ نعايل للكلب. تعالي اقعدي. سلمي. 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 شاطرة. نبدأ نعايل للكلب إن هو يبدأ يرفع إيده لوحده. بلا. بلا. سلمي. شاطرة. شفنا هنا كده بدأت أهي. المعلومة توصل لها إزاي؟ بالراحة خالص وبسلاسة. بصوا هنا. بلا. سلمي سلمي سلمي. شاطرة. بسلاسة خالص وبهدوء توصل لدماغ الكلب. تعالي بلا. شاطرة. ها يلا تعالي. سلمي سلمي. سلمي سلمي. شاطرة. يلا. ها ها ها. انا عايزك انت تطلعي. بلا بلا. سلمي. شاطرة. ايوه كده. كمان مرة. بلا. سلمي سلمي. ها شاطرة. اقعدي. لا. سلمي. شاطرة. يلا. سلمي. شاطرة.